رحيق من النبأ العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم رحيق من النبأ العظيم. ما زال الحديث متصلا عن مناسبة سورة النور إلى سورة الفرقان أو العكس. نختم إن شاء الله في هذه الحلقة بهذه الإشارة إلى ذلك. في آخر سورة النور قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فافتتحت سورة الفرقان ببيان ذلك، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هو الذي يعلم ما أنتم عليه، وهو الذي سوف ترجعون إليه، وهو الذي لم يخلقكم عبثا، وهو الذي يتصرف فيكم، وهو الذي شرع لكم الشرائع، وهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وبحمده. ففي سورة النور بيّن أن الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وفي سورة الفرقان بيّن أنه هو الذي يملك ذلك، وهو الذي خلق الخلق، ولا يكون الخلق إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالذي خلق الخلق لغاية ولحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي خلق الخلق وقدره تقديرا لا بد أن يكون الخلق لحكمة وغاية نبيلة، ليس عبثا وليس سدى. الإنسان لم يخلق سدى، وإنما خلق لعمارة الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالى فيها، فيطيعه بما أمر ويترك ما نهى عنه وزجر. فالله سبحانه وتعالى يبين في آخر سورة النور أنه إليه المرجع، وأنه العليم بما يفعل الناس. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فأنت في هذه الحياة لا بد أن تتبع الفرقان، وأن تعمل بما في الفرقان، وأن يكون عندك ميزة تفرق فيها بين الحق والباطل، فتعرف الحق فتلزمه وتتبعه وتعمل به وتدعو إليه وتنصره، وتعرف الباطل فتجتنبه وتحذر منه وتتركه، وتعادي من التبس به ومن دعا إليه ومن سعى إليه أو أعان عليه. فأنت معين للحق، معاند للباطل، محارب له. هكذا هي شخصية من اتبع الفرقان ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو يعلم ما في الأنفس ويعلم ما يعمل الإنسان. وليس هذا فحسب، بل لا بد أن تكون إليه راجعا. فإذا أمنت باليوم الآخر وأن هناك يوم سوف تحاسب فيه وترجع إلى الله فيه وتقف بين يديه فيه، ثم سيسألك عما كنت تعمل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالوقف هنا، وقوف المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى، أيضا ليس عبثا، إنما هو للحساب، لكي يعلم ما فعل في حياته الدنيا التي استخلف الله فيها. فالله سبحانه وتعالى يشير في آخر سورة النور إلى اليوم الآخر وإلى ما سيكون فيه، وإن كان في بداية سورة الفرقان ليس بهذا التصريح، ولكنه بالإشارة المفيدة، لأنه سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نذيرا مما؟ من هذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأنك إذا أيقنت بأنك حتما ستقف بين يديه سبحانه وتعالى ثم سيسألك، لابد أن تكون حريصا على الالتزام بما جاء في الفرقان، لابد أن تكون حريصا على أن تجتنب الباطل وأن تحذر منه، لابد أن تكون حريصا على أن تتبع الحق وأن تناصر الحق وأن تكون من أهل الحق. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ليس بعد الحق إلا الضلال، ومن كان ضالا فالعالم أو الذي جاء بالفرقان إنما ينذره الوقوف بين يديه. هذه اللفتة هي التي يجب أن نركز عليها دائما في حياتنا الدنيا. نحن هنا في حياتنا الدنيا لسنا مخلوقين لكي نعبث، لسنا مخلوقين لكي نكون عالة على الناس، لسنا مخلوقين لكي يعني نسرح ونمرح ونفرح. كل هذا يأتي عرضا، نعم،
الحياة الدنيا في ظل الإسلام ليست حياة كئيبة حزينة، لا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة التي ليس فيها ضنك، لأن هي التي تكون معمورة بذكر الله، تكون معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى، تكون خاضعة لأمر الله وشريعته، متبعة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث لينذر الناس ويحذرهم، ليس تحذيرا لكي ليس تحذيرا معينا لكي يتركوا ما هم عليه من ملذات الدنيا، إنما هي الاستعانة بملذات الدنيا وبهجتها لكي يصلوا إلى الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول على لسان قوم فرعون قوم قارون، قال لهم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ثم قالوا بعد ذلك وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. في القرآن لم يأتي لكي يحرم الحلال ويحرم الحياة بجملتها، بل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا لابد أن تكون هذه الحياة معبرا للدار الآخرة، لابد أن تكون هذه الحياة مزرعة للدار الآخرة، لأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. لأجل هذا يقول المعذب والعياذ بالله، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة هنا مهما عشت فيها، حتى لو عشت 1000 سنة أو 2000 سنة أو 3000 سنة، هناك ستعيش إلى ما لا نهاية. تصور أنت لا نهاية لحياتك في الآخرة، لا نهاية أبدا، لا موت، خلود فلا موت يقال لأهل الجنة، خلود فلا موت يقال لأهل النار أيضا، خلود فلا موت. إذن الحياة مهما كانت طولها، مهما كان طولها في الدنيا، فإنها لا تساوي شيئا أبدا بالنسبة للدار الآخرة. إذا علم المرء هذا وعلم أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هنا تكون الرقابة رقابة ذاتية، رقابة حسية، يشعر كأن الله سبحانه وتعالى معه في كل لحظة، بل هو معه في كل لحظة في كل حين، يعلم ما يخفيه في صدره ويعلم ما يكنه في نفسه، ويعلم أيضا ما تعمله جوارحه، بالإضافة إلى ما سيكون هناك من الشهود من كتبة الحافظين والجوارح التي ستنطق بما فعل. فنسأل الله لي ولكم أن يجنبني وإياكم هول ذلك الموقف، وأن يسر علينا الحساب ويجعلنا ممن قال فيهم فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنه لي ذلك والقادر عليه. وأترككم في حفظ الله ورعايته إلى حلقة قادمة، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.